بالصحة وشيبتكم وربي يتقبل صيامكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديثنا قياس. ساعات الواحد يسحق فلوس، يسحق قضية وفي وقت صعيب يتلفت على يمينه ويساره وينقز على القراب ليه من صحابه، فماشي ما واحد منهم يقف معاه ويمنه. أما زعم الصحاب ديما يغفل بعضهم ويعاونوا بالحق اللي محتاج لهم واللي حاسبينهم كيف أخواتهم، وإلا كله حديث وكلام ووقت الصحيح كل واحد يهرب ويقول يا رحمن. خلينا نتفرجوا على حكاية الليلة من حديثنا قياس ونرجعوا بعدها ونكملوا كلامنا. أهلا بيك. الحمد لله، عايزك شحوالك انت. ايه في بالي كلمت عليك رقبيني. اصبر علي شوية، راني مغسول. ماش نجم ان شاء الله جمعة هذي، ان شاء الله بيه، ان شاء الله جمعة هذي. اوكي مرسي. الو، ولا سوا حاش بيك في قضايا؟ ان شاء الله خير. صارت لك حاجه؟ لا، فلوس. قداش حاجتك؟ 300 دينار. 300 دينار؟ ما عنديش 300 دينار تو. تعرفش كيفاش تو؟ نحاول ندبرهم. صيف ساعه ونكلمك. اوكي سوا، مرسي. سكرت تليفونك؟ لا، ما سكرتوش. ما قريت المساج؟ قريت مساجك. أما ربي يهديك، أنا بعتو تليفوني باش نجم ندبر لك الفلوس، وخذيت تليفون واحد آخر باش نكلمك تو. هيا، وينك؟
يا سيدي صاحب طلع باع البورتابل على خاطر صاحبه مسحق الفلوس، وصاحبه مشى في باله اللي هو متهرب منه وسكر بورتابله باش ما يجاوبوش. سوء الظن بالناس آفة كبيرة، وسوء الظن بالصحاب العزاز والقراب آفة أكبر وأكبر. وقداش من واحد خسر صحابه عيلته أهله وناسه على خاطر هما يجريوا في حظوظه وهو ديما شاكك فيهم، وكل تصرف منهم يقراها بحاجة خايبة. وقداش من مرة يطلع تخمامه الكل غالط، واللي كان شاكك انهم خلاوه وجبدوا بيه يطلعوا هما اللي كانوا يضحيوا على خاطره ويخدموا فيه، كيما في حكايتنا الليلة. الواحد منا لازم يقرأ النية الباهية في غيره وخاصة في أصحابه، على خاطر إذا كان يكمل بالطبيعة هاكي يمشي يمشي ويلقى روحه وحده، والدنيا هذه قايمة على الألفة والعشرة والمحبة والثقة المتبادلة. في المقابل نحب نقول كلمة للطرف المقابل، صحيح إنك عملت حاجة باهية لصاحبك وبعت تليفونك على خاطره باش يتعاونوا في محنته، أما ما فيها باس كان قلت له من الأول شنو اللي ماشي تعمل، وما تخليهش معلق ويولي يشك ويخمم. ضغط الحياة والعمل والمشاغل والحكايات اللي يسمعها ساعات تخلي الواحد قريب يشك في روحه، وما فيها باس الواحد يوضح ويبين ويتكلم يطمئن هو ويطمن غيره. وأحنا حديثنا قياس، حديثنا قياس وفال الليلة. نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. على خير وليلتكم زينة.